أخبار النادي الأهلي اليوم: غياب علي معلول عن مواجهة صن داونز ذهابا وإيابا، تعليق مدرب صن داونز على مواجهة الأهلي، تطورات إصابة سعد سمير في مباراة الجونة، اتحاد الكورة يرد على طلب الأهلي ترحيل المباريات، وكيل محمد شريف يتحدث عن رحيل اللاعب عن الأهلي، وكريم فؤاد يعلن رغبته في اللعب للأهلي. ده عناوين حلقة النهاردة في أخبار النادي الأهلي اليوم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة نارية أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتلقت جماهير النادي الأهلي خبر صادم خلال الساعات الماضية بغياب لاعب الفريق عن صفوف النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، حيث أعلن جون إدوار وكيل أعمال التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق عن موعد مشاركة اللاعب في التدريبات والمباريات بعد الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية منذ المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وقال جون إدوار في تصريحات إذاعية: 20 يوم تفصل علي معلول عن العودة للملاعب والانخراط في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي بعد إنهاء البرنامج التأهيلي بنجاح، وبذلك يغيب التونسي علي معلول عن مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي للإصابة، خاصة وأن المواجهة الأولى في القاهرة ستقام أحد أيام 14 أو 15 مايو المقبل، كما تقام مباراة العودة أحد أيام 21 أو 22 أو 23 مايو المقبل. تحدث منكوبا مانجيسي المدرب المساعد لفريق صن داونز الجنوب افريقي بان مواجهة النادي الاهلي ستكون صعبة للغاية بسبب تواجد بيتسو موسيماني والذي يعرف الكثير عن الفريق. وقال مانجيسي في تصريحات صحفية: ستكون مباراة ممتعة للمشاهدين لان كلا الفريقين يلعبان كرة قدم مثيرة للاهتمام. المباراة ستكون صعبة بسبب موسيماني لانه يعرف الكثير عن صن داونز ولقد عملنا ايضا لفترة طويلة معا. المباراة ينتظرها الجميع، خاصة وأن مباراة الفريقين دائما ما تشهد إثارة ومتعة، ونسعى لخطف اللقب هذا العام. كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي سبب خروج سعد سمير مدافع الأهلي في الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الجونة. وقال أحمد أبو عبلة بأن سعد شعر بإجهاد في العضلة الضامة وتم استبداله كإجراء احترازي منعا لتفاقم الإصابة، حيث خرج سعد سمير في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام الجونة ليدخل ياسر إبراهيم بديلا له. اليوم كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري موقفه من مطالب النادي الأهلي بترحيل مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والأهلي ووادي دجلة إلى وقت لاحق وخوضهما خلال فترة مشاركة المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو القادمة. اتحاد الكرة لا يمانع في ترحيل مباراتي الأهلي أمام وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا بناء على طلب من مسؤولي القلعة الحمراء، خصوصا في ظل ضغط جدول مباريات بطولة الدوري المصري والذي تم الإعلان عنه الأيام الماضية. وكشف النادي الأهلي في بيان له أنه مستعد لخوض مباراتي الفريق أمام دجلة وسيراميكا بدون لاعبي المنتخب الأولمبي وأثناء خوض أولمبياد طوكيو من أجل رفع ضغط المباريات الكبير في الفترة قبل وبين مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي. أكد جون إدوارد وكيل أعمال اللاعب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بأن اللاعب منذ تعاقده مع القلعة الحمراء على قناعة تامة في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، وقال بأن محمد شريف جدد تعاقده 3 مواسم مع النادي الأهلي منذ فترة قليلة وعلى قناعة تامة لأن شريف لديه رغبة في الاستمرار مع القلعة الحمراء لتحقيق أهدافه، وإذا كان شريف لديه رغبة في الرحيل عن الأهلي كان سيرفض تمديد تعاقده ليقرر مصيره بأريحية كاملة. لذا فإن محمد شريف لن يرحل عن النادي الأهلي إلا إذا وصله عرض كبير يليق بالقلعة الحمراء وبنهاية الموسم. وفي سياق متصل أيضا تحدث جون إدوارد وكيل أعمال كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار لإنبي بأن اللاعب لم يوقع لأي نادي في الوقت الحالي ورغبة اللاعب الوحيدة هي اللعب للنادي الأهلي في ظل رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن. وقال إدوارد بأن كريم فؤاد مرتبط بتعاقد مع النجوم ومعار لإنبي، وفي حال عدم تفعيل بند الشراء في عقد إعارته مع إنبي سوف يعود اللاعب للنجوم، كما أن إنبي له الحق في شراء اللاعب بحد أقصى خلال شهر، ولكن اللاعب يرغب في اللعب للنادي الأهلي وهو واضح في هذه المسألة إذ أنه يرفض الانتقال لأي نادي آخر بخلاف القلعة الحمراء. بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وفي أول تعليق له على التعادل أمام الجونة قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: أقل مباراة يلعبها الفريق في الفترة الأخيرة وتحديدا في ال4 مباريات التي لعبها الفريق بمسابقة الدوري خلال الفترة الأخيرة المباراة كانت عبارة عن تدريب ولم ننجح في تحقيق الانتصار.
لا داعي أن نتحدث عن الإرهاق أو أي شيء آخر، كان من الممكن أن نحسم المباراة لصالحنا في الشوط الأول، ولكن تكاسل اللاعبين تسبب في التعادل أمام الجونة. التعادل أمام الجونة في مسابقة الدوري إخفاق فني أتحمل مسؤوليته، هناك لاعبين فضلت إراحتهم خلال اللقاء أمثال محمد مجدي أفشة وعمرو السولية والذين شاركوا في عدد من المباريات ولم يحصلوا على أي فرصة بالراحة. وفي أول قرار له عقب المباراة رفض بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا في إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة يوم الاثنين المقبل بالمحلة في بطولة الدوري. وكان هناك انفعال من بيتسو موسيماني عقب المباراة حين قام أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي للمباراة بتوجيه سؤال لبيتسو موسيماني عن سر الدفع بمحمد هاني في الشوط الثاني رغم عودة اللاعب من الإصابة. انفعل موسيماني على سؤال أحد الصحفيين مبررا بأن ظروف المباراة تحكم بنزول ظهير أيمن جديد بجوار أحمد رمضان بكهام إضافة لإعداده لمباراة القمة أمام الزمالك يوم 10 مايو المقبل. خلصت أخبارنا معكم مشاهدينا، أتمنى تكون نالت إعجابكم. في النهاية عزيزي المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك، ولو كنت بشاهدنا للمرة الأولى اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لكم مشاهدينا ودمتم في أمان الله.